بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا رحب بإخوان الحضور، إخواني أعضاء مجلس الإدارة، الأخ راشد الخليفة، إخواني رؤساء الأجهزة في الأندية، وأيضا الإداريين، المدربين واللاعبين، وأيضا الإخوان الإعلاميين. أنا طبعا قبل أبتدي كلمتي ودي صراحة أسأل توني، ما أعرف بوني قصدي، ما بعرف يعني صراحة شلون سعدون استحمل شال سعدون. توني من بوني، I have a question for you. How did you manage to carry سعدون? Because in this picture you carried him. I don't know how this happened. I was super excited. طبعا لله الحمد يعني والتوفيق ان هذا الموسم الرياضي كان من المواسم الرياضية لكرة السلة الناجحة لله الحمد، سواء كان على مستوى الأندية أو على مستوى المنتخبات، وهذا أتى أولا بفضل من رب العالمين، ثم بتضافر الجهود، جهود طبعا الأندية، جهود اللاعبين، جهود الإداريين، جهود إخواني أعضاء مجلس الإدارة، الإخوان المدربين، الإخوان أيضا الفنيين والخبراء في الاتحاد القطري لكرة السلة، وكل من حقيقة له يد وبصمة في هذه الإنجازات. ابتديناها لله الحمد في إنجاز نادي السد اللي حقق إنجاز على المستوى الخليجي للمرة الثانية الحقيقة لبطولة الأندية الخليجية، وثم تلاها تحقيق إنجاز لنادي الريان أيضا للعبة 3-3 في البحرين، ولله الحمد ختامها كان ختام مسك، ما كنا صراحة متوقعينه، كنا متوقعين يعني لما كنا رحنا أو توجهنا إلى اليونان أو سوري إلى موسكو إلى روسيا، كان التوجه حقيقة أن نحن نصعد إلى دور 16 بالكثير كان دور 8، ولكن أنا أذكر الكابتن ياسين إسماعيل لما كنا في بطولة الأول ستار بعد ما أخذنا بطولة آسيا والله الحمد، وبعد ذلك دخلنا في بعض البطولات الأخرى ووصلنا إلى بطولة الأول ستار اللي صارت في قطر قبل تقريباً الآن 9 أو 7 شهور من الآن. الكابتن ياسين بعد ما انتهت البطولة جاني وقال لي أنا لقيت السر، طبعاً ذكرني فيه بعد ما انتهت البطولة، قال إحنا عرفنا الطريقة وإن شاء الله أن نوعدكم أن نجيب بطولة، طبعاً ما قال لي بطولة العالم بس قال لي بنجيب بطولة. وبعد ما انتهت البطولة وأنا أسلم الغاز قال لي تذكر اللي أنا قلت لك إياه؟ قلت صحيح، ما شاء الله عليك، يعني حقيقة نقول أن فريقنا هم كانوا الأبطال، يعني إحنا كنا صج في المدرجات وكنا نشجع الأخوان أبو علي هوبش وسعدون كانوا موجودين مع الفريق من البداية والأخ خالد سليمان والمدرب، ولكن أعتقد أن كانت القيادة موجودة في الملعب وهذه مهم، وجود قائد في الملعب هذه شيء مهم، والكابتن ياسين حقيقة يمتلك هذه الروح ويمتلك هذه المهارة، يمتلك مهارة القيادة، وهذا ما جعل الفريق صراحة يحطم أي فريق قدامه. يعني إحنا ممكن ما ننظر إلى هذا الموضوع أو أن إحنا نشوفه بطريقة أسهل لأن ما كنا موجودين أو ما كنا في أرض الملعب، ولكن فعلا أنهم استطاعوا أن يتخطوا أبطال وأبطال، يعني سواء كانت الولايات المتحدة، روسيا، التشيك، لتوانيا، صربيا في المباراة الأخيرة، وكانوا أبطال العالم السابقين. طبعا كابتن ياسين كان موجود، ولكن لا يمكن أن يتم الحصول بوجود فقط القائد، ولكن أيضا كانوا معاه شباب يلعبون بقلبهم قبل أنهم يلعبون بيدهم، وحقيقة هذا اللي لمسناه، سواء محمد سليم، بوني يعني لعب حقيقة مباراة رائعة، I will speak in English later on بوني، عرفان حقيقة يعني ما شاء الله عليهم، يعني أنا شفتهم كانوا لا يلعبون فقط ولكن كانوا يقاتلون ويسبحون في الملعب، يعني في كذا لعبة شفناهم داخلين المباراة النهائية وقبل النهائية الجميع كانوا متوقعين أن الفريق يعني خلاص صراحة ما قصر، وصل المباراة النهائية وخلاص، وكنا إحنا يعني يمكن أنا أتكلم بصراحة شوية، كنا أنا وبهوبش وعلي وسعدون والأخ السفير الله يعطي العافية صراحة السفارة ما قصروا معانا، كنا نقول صراحة المركز الثاني يعني مركز راضين فيه، ولكن الشباب يعني فاجئونا وفاجئوا الفريق الصربي بالروح القتالية
اللي شفناها في أرض الملعب، وهذا اللي خلاهم هم يتفاجئون بالنتيجة اللي لله الحمد رب العالمين وفقنا فيها وفزنا. مرة ثانية أنا ودي أن أنا صراحة أهني الجميع بهذا الختام الموسم الرياضي الناجح. أبارك مرة ثانية لجميع الأندية اللي حققت مراكز، أبارك لا أنسى بارك لنادي الغرافة أيضا لحصوله على درع التفوق العام الرياضي لكرة السلة، وأيضا أبارك له لأنه حصل على 3 مراكز دوري وكأس سمو الأمير وكأس قطر، وأيضا حقيقة أشكر كل من ساهم في الموسم الرياضي المنصرم 2013-2014 ابتداء من الإخوان الأندية جميعا، وأيضا من الحكام الإخوان الإداريين الكابتن عصام الدكتور الطنطاوي، الإخوان رئيس لجنة الحكام الأخ محمد سبيعي اللي ظروفه ما ساعدته يكون معانا موجود في العلاج في أمريكا، وايضا كل موظفين الاخوان في الاتحاد اشكرهم، اشكر اخواني اعضاء مجلس الاداره، واشكر الاخوان الاعلاميين على ايضا مساهمتهم معنا في هذا الموسم، وانا اتطلع قدامنا موسم الان ايضا قادم حافل سواء على المستوى الدوري المحلي وخلافه، ولكن ايضا على مستوى المنتخبات عندنا يعني استحقاق مهم جدا وهو دوره الالعاب الاسيويه، وهذه واحده من النقاط المهمه. دورة الألعاب الآسيوية في تاريخ الرياضة القطرية لكرة السلة حصلنا على المركز الثاني، تطلعنا الآن أن احنا نكون إن شاء الله في منصات التتويج، ولكن هدفنا دائما إن شاء الله رقم واحد. ياسين رقم واحد هم الناس يذكرونه، أنا دائما أقول حق الشباب الآن اسم قطر نحت في الاتحاد الدولي، الاتحاد الدولي عنده بورد يكتب عليه الأول في بطولات العالم فلا يكتب الثاني، يعني صربيا لن تكتب. فالآن بطولات الفايف اون فايف اوريدي مذكور من اللي فازوا فيها اخر سنوات، وايضا بطوله 3 باي 3 فاسم قطر نحت وتم نحته عن طريق حقيقه جيل من الابطال لله الحمد واللي بيذكر التاريخ على مر العصور ان شاء الله. I will speak now in English. I would like to start by thanking everyone who participated in the last season. I would like to congratulate again the winning teams who already got winning on the our local league, and I would like also to congratulate Assad Club for winning the GCC competition, and also Al Rayyan for winning the GCC 3-on-3, and last but not least the fruit of the season, which is the winning of the World Championship 3-on-3. I would like first to say thank you to our players who were the main play a point on winning this game. I think we are in the board members, the coach, the administrator, we could do whatever we can. But I think we already saw fighters within the field of play. And we saw a leadership. We saw Yasin playing the leadership there. But also we saw with him 3 fighters. I don't want to say only player, they were fighters to make sure that we will come back to Qatar and to Doha with a gold. And we made it. And I still remember how the semi-final and the final was played. Boni, Irfan, Mohammed Salim, and Yasin, they really did something that I think everyone will remember in Moscow. They will not forget. Somebody told me the way Qatar have participated, the national team, how they participated, and also everybody will still remember the maroon flag of Qatar and the national anthem. And I think our player deserves a round of applause from everybody, please. And of course, our board members with me, my colleagues, they really, for the season, they have done all the work necessary to make the season as remarkable as it is. I would like to thank him and to thank all the club, all the administrator in the club, all the technical officials with me in the federation, our head of the referees, also technicians with us in the federation, and everybody and all the coaches with us, and the one who are not with us, Mr. Mohammed Sibi'i also, who is not being possible that he can participate with us tonight because of his attendees in the United States with his family. And also I would like to thank all the coaches from the Federation who came with an incredible season, which is we will not forget the season with all the result and the achievement. And
Also, we would like to remember for the season to come, we have a very important event coming, which is the Asian Games. The Asian Games, Qatar already got second. This is the best we got. And again, I say it is important that we would like, of course, to be in the middle or in the podium to have a medals, but also people always will remember number one. And we would like, again, to be, inshallah, number one, as what we have done and we achieved in Moscow on the World Championship on 3x3. في النهاية أتمنى للإخوان جميعا سهرة ممتعة إن شاء الله وهني وبارك لكل المكرمين وأتمنى إن شاء الله لكم ولجميع الأندية ولجميع الإخوان أعضاء الأندية وأعضاء المنتخبات معنا التوفيق في الموسم القادم ونتمنى إن شاء الله نراكم دائما من إنجازات وإنجازات لدولة قطر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.